اسم العمل ولادة من مجموعة سميتها مجموعة الآخر، اشتغلت عليها من فترة طويلة. العمل هو أساسا ولادة، وكل شيء في الحياة وكل نمو في الحياة يبدأ من ولادة الشيء. ببساطة العمل 7 قطع، يبدأ من الصفر كقمر هلال إلين ما يوصل البدر، ومتعمد يكون رقم 7 لأن الرقم 7 مشترك أساسا في جميع الأديان، إلى معنى كبير وإلى فلسفة عظيمة. كل عمل من الأعمال هذه هي مرحلة تبدأ فيها وتنتهي إلى الاكتمال. فهو يتكلم عن نمو الإنسان، نمو الحضارة، نمو الاقتصاد، نمو كل شيء لين ما يوصل إلى أوج مراحله. الضوء الأصفر اللي فيها ضوء الشمس، لكن تبدأ بهلال ولين ما تكبر توصل إلى قمر مكتمل البدر فيها. في حتى قدم طفل موجودة في البداية، أوكي. وفي نهاية العمل في الميديا الموجودة والإعلام الموجود وتأثير الإعلام وتأثير الحضارة، حطت فيها أيقونات عالمية داخل العمل. هذه الأيقونات إني أنا ما هو ابن منطقة معينة صغيرة الآن، إن أنا كنت ابن الوطن، الآن أنا ابن الكون. الآن أصبح الوطن أعطاني الاحتواء، وأنا أركز على كلمة الاحتواء لأنها كلمة كبيرة يمكن ما تطرق لها الكثير الآخرين أو العالم، لكن بهذا الاحتواء، احتواء كأم كأب، يشعرك أنك عليك مسؤولية أيضا كيف تتجاوب فيها. وأنا كفنان تشكيلي تغيرت أشياء كثيرة في حياتي بسبب هذا الاحتواء.